important ولو كان wanted. تمام؟ لو كان bolted يا اما يكون case ايه يا اما يكون بلاش مثال من الموضوع case ايه وcase بي ماشي يكون سيركل يا اما يكون يكون هنا سنجل يكون هنا مين؟ دبل هنا نفس الكلام سنجل او دبل يكون سنجل يكون دبل كل واحدة من دول يا اما تكون كيس ايه يا تكون كيس بي هنا برضه نفس الكلام يا اما كيس ايه يا اما كيس بي تعالى خلص الفضل الاول هنا الاجل بتساوي مين قال لك ده سنجل بتساوي فورس على الاف على الاول اللي هي اف تنشن صح؟ سوري اف تنشن سنجل مصاميم المضرب في 85 مللي طب ما ده سنجل يبقى كمان كام؟ 85 مللي المشكلة في الكلام ده؟ المشكلة؟ حلو ده لو كان كيس ايه؟ طب لو كان كيس بي يبقى هنقول من هنا الاريا بتساوي الفورس على الاف تنشن مضروبة سنجل اه يبقى 85 مللي طيب مولتد يبقى 85% كمان طيب بس كده قال لك لا تاخد بالك ده كيس بي كمان المضرب في كام؟ في 1 فولت كيلو المشكلة في الكلام ده؟ المشكلة؟ حلو طب تعالى لو كان دبل يبقى الاريا بتساوي الفورس على الاف تنشن مصامين؟ اه مضروب في كام؟ 85% في حاجة تانية؟ لا شكرا. هنا لو كيس بي الاريا بتساوي الفورس على الاف تنشن مصامير اه بضرب في كام؟ 85% بس انا كيس بي راح اضرب كمان في كام؟ 1.2 المشكلة في الكلام ده؟ يبقى انا اقول من هنا دي كيس بي دي مصامير دي الاف على اللو المشكلة في الكلام ده؟ طب هنا دي الاف على اللو دي سنجل دي مصامير هنا اف على اللو اللي هي اف على اللو اللي هي وما ننساش يساوي 58% اف ال الاف ال بتساوي 2.4 طن على سنتيمتر يبقى دي عشان سن دي مسامير دي كيسبي مش شايف الكلام ده؟ اهي ارفع اللو مسامير خلصنا دي تعال نخش على الويند لو كان سنجل هو كيس ايه او برضو كيس بي هنا الام بتساوي الفورس على الاف على اللو بتساوي الفورس على الاف على اللو بس كده لك لا ده سنجل يبقى في كام 85 في حاجه تانية؟ في حاجة تانية نضرب كام 85؟ لا يبقى دي كده اف على اللوبل دي كده سنجل يبقى اختلفت هنا عن ايه؟ طيبت من هنا 85 ومش كده في الكلام ده؟ طيب لو كانت كيس بي لو كانت كيس بي وفي حالة الاريا بتساوي الفورس على الاف على اللوبل بس دي حمل مصامير بيسد طب
انا عندي لحام يبقى 85 تانية حاطين ده دي كيس بين بضرب في كام؟ 1.2 يبقى دي كده لف تنشن دي كده سنجل وكده كيس بي حالة الرياح اللي هي الويند. تعالى هنا كان دبل وكان برضه كيس ايه وكان كيس بي. لو كيس ايه الاريا بتساوي الفورس ها دبل يبقى الاف تنشن. في حاجة تاني؟ ها؟ في حاجة تاني؟ لا 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 مفيش أي حاجة عندي. يبقى دي تساوي الفورس على طول على الاف تنشن. طيب لما تبقى كيس بي الاريا بتساوي الفورس على الاف تنشن بس قال لك لا في 1.2 وانا عندي بالنسبه لي هي الاف علاوه ودي كيس بي دي كده اف علاوه على طول. في مشكله في الكلام ده؟ في مشكله يا شباب؟ شكرا لكم. هو ده كده تنشن.